عبادة الله التي أمركم بها ليست محصورة في زمان ولا مقصورة على مكان، بل هي شغل الإنسان في كل الزمان وفي جميع المكان. فاعمروا أوقاتكم بطاعته، واملأوا حياتكم بما يرضيه جل وعلا، واستوعبوا لحظات أعماركم فيما يقربكم إليه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.